خبز دلة حاضر الخبز دلة عين الله عندك دقيقة عزيزي خلتنا تبكي عشان خبز يا جماعة خبز الهاتف من شهرين ما أكلتش خبز تخيلين لو أنا كل العالم اللي قاعد بيتفرج خبز مش قاعدين ودي شمال خبز والله حرام خذي لا ما تخلصش يا خذي مش عارف والله لسه تعبنا تعبنا يا ناس ارحمونا تعبنا وتبهدلنا ارحمونا يعني يعني انت بتعيط عشان شفت الخبز؟ اه والله اه والله اه والله اشتقت لي يا فاق 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 الله يخليك المفروض كل المسلمين يفكروا الفترة دي بعد اللي بيحصل في غزة على وجه الخصوص لازم كلنا نفكر في الوحدة ازاي نبقى كمسلمين 2 مليار أمة واحدة تحت راية واحدة وانا عارف برضو ان التفكير في أمر زي ده ضد الدنيا كلها بما فيها الدول الإسلامية والعربية وان ده نظام مبني من 100 سنة لكن ده ما يمنعش اننا لازم نركز ونفكر في الأمر ده بجدية لحد تاريخ النهاردة استشهد أكتر من 30 ألف في غزة وأصيب أكتر من 100 ألف في ناس بتقول 70 ألف وفي ناس بتقول 100 ألف لكن ممكن يكون عدد الشهداء المفقودين تحت الأنقاض أكتر من الأعداد اللي تم حصرها أو إحصائها وده بناء على الإحصائيات أبشع جرائم الإبادة الجماعية اللي حصلت في تاريخ القرن 21 حتى الآن كل ده كوم واللي بيحصل دلوقتي كوم تاني واللي بصراحة ما ينفعش نسكت عليه بأي شكل من الأشكال اللي بيحصل حاليا أشد من كل اللي فات واللي جاي ممكن لو استمر الصهاينة في اللي بيعملوه برعاية وحماية الحكومة الأمريكية وصمت وضعف وتخاذل يمكن تواطؤ كمان من بعض الدول الإسلامية والعربية هيكون مخيف ومرعب للبشرية كلها بلاش نحسبهم مسلمين أو نفكر أنهم عرب أو حتى نفكر أن المكان ده أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلاش كل ده كل ده ملوش لازمة بلاش كمان نفكر فيهم على انهم بشر وبعتذر لاخواننا في غزة وفي فلسطين على الكلام ده وكلكم تاج على راسنا واقل طفل فيكم نقف قدامه ونديله التحية بكل احترام واحنا مكسوفين منكم وشوشنا في الارض لكن انا بخاطب العالم كله اللي لسه في ناس قلوبها حية ونفوسها سوية اعتبروا الناس اللي في غزة حاليا منزلة اقل من البشر هنفضل ساكتين على التجويع اللي بيحصل دلوقتي بايدن بيطالب بوقف اطلاق النار في رمضان على اساس ان هم لسه ما صاموش حب اقول لك يا من قربت على الرحيل وأكل الزمان منك وشرب يا اللي طالع بتاكل الآيس كريم وبتقضي الويك اند بتاعك إن أهلنا في غزة رمضان بدأ عندهم بدري قوي أهلنا في غزة مش بيصوموا لحد المغرب زينا أهلنا في غزة بيصوموا بالأربع أيام زي الطفل ده ما هيقولك بالظبط وزي غيره مئات الآلاف كل العالم قول إيش اللي عندك إيش يحكي للعالم احكي يا باشي بقلبك للعالم احكي عيطيش ودنا جوعنا ودنا من الجوع 14 بدون أكل احكي يابا احكي وصل رسالتك للناس احكي يابا احكي 14 بدون أكل اتحصرنا نعودوا لدينا مش عنا ولا نقبة في الدار ولا نوع من الجرق ولا مية ولا أكل ولا حياة نتقى في الحرب ونرجع على مدارسنا ونرجع أهلنا في غزة صاموا لحد ما ماتوا وفي منهم لما راحوا يفطروا وياخدوا المعونات اللي نزلت عليهم من الطيارات في البحر بعتوا لهم الجيش الأخلاقي عشان يوصلهم على الجنة بسرعة اللي بيحصل دلوقتي من الجيش الأكثر أخلاقا في العالم ما حصلش في القرن 21 ولسه بيكمل مسيرته بحماية دول العدل والديمقراطية وحقوق الإنسان والحيوان الإحصائيات بتقول إن أكتر من 200 طفل بيموتوا يوميا في غزة من الجوع غزة أصبحت أكبر ملجأ للأيتام في العالم غزة أصبحت أكبر مقبرة في العالم
غزة أصبحت أكبر دار مسنين في العالم، غزة أصبحت أكبر مكان في العالم للأرامل، غزة أصبحت أكبر مركز إيواء في العالم، غزة أصبحت أكبر مدينة مدمرة في العالم، غزة أصبحت أكبر حلبة مصارعة في العالم بين أقوى الجيوش مجتمعة وبين المدنيين العزل. الأطفال بتدور في الزبالة أعزكم الله على أي حاجة تنفع تتاكل، أي حاجة ممكن تتخيلوها ومش هيلاقوها، لأن غزة مصابها كل واحد. أطفال أجسامها هزيلة ضعيفة ماشيين حفاة على الأرض المحروقة بيدوروا على لقمة عيش، الحشائش اللي كانوا بياكلوها خلصت، والعلف بتاع الحيوانات خلص. إيش بتسوي؟ والله أنا عم بطلع من باطن الأرض إيش بيطلع عشان ناكل، لأن الحياة صعبة وطحين لنا أكثر من شهرين ما أكلنا، وما فيش، والسوق كله غالي والأسعار غالية، وإيش هنا على الأراضي حتى أشوف. ايش اجيب لك خبزة لك جزر لك هالاراضي بفحل زي ما انت شايف باطن الارض وبطلع. العالم الإسلامي مستني إيه؟ انسوا أمريكا وحلفائها، لأننا عارفين وفاهمين هم شايفيننا إيه وعايزين مننا إيه، لكن إحنا هنفضل كده؟ أنا عايز أي إنسان مسلم نصراني ملحد يفكر لحظة في الطفل اللي ماشي حافي ملوش أهل ولا لاقي ياكل. حاول تحس بكمية الرعب اللي عايش فيها والألم اللي بيحس بيه نفسيا وجسديا. جاي من بيت لاهية؟ أقسم بالله. ليش؟ أنت تايه هلقيت مش عارف حالك. طب إيه جابك على هذه المنطقة؟ جيت اجيب هذا طحين رمول مظلات اجيب ايش ناكله. طيب وما لقيت ايش؟ ما مش تايه انا مش عارف وين، بس اللي بقول انا في منطقه الاكوان مش عارف الطريق. والله مش عارف الطريق بالمره، ورجعت بدون شيء ولا حاجه؟ ولا شيء. ولا جبت حاجه؟ ولا شيء. طب ليش؟ فيش ناس كتير. طيب وانت عندكم طحين ولا ما عندكمش طحين؟ ولا في عندنا شيء ولا شيء. ولا شيء. عشان هيك جاي من بيت لهي جاي جرايها؟ والله اقسم برب الكعبه فوق العشر فوق ال 12 كيلو هدول. والله جايين مشي وحافي. مانيش صندل. ليش ملكش صندل؟ ما بدي اسوي، جيت مش عارف من وين. ايش اسمك؟ نعم عدي يعقوب غاب النسب. تعال يا يعقوب انا بدل لك على الطريق. هل البشرية منتظرة خير بعد اللي بيحصل؟ فاكرين ان الامور هتفضل كده؟ اقسم بالله كل واحد هيجي وقته وهياخد عقابه، خصوصا اللي راضي وفرحان بالامور دي او اللي ساكت وخايف. عقاب ربنا بنشوفه على الظالمين، بس بيجي وقته. البشر مش بيتعاقب في يوم وليلة، في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا بغبائنا بنفكر ان العقاب بعيد عننا. منظمة أطباء بلا حدود بتقول في تقرير ليها، وآسف إن أقول خبر زي ده والله أعلم بصحته، إن في بعض أو نسبة كبيرة من الأطفال اللي أعمارهم لا تتجاوز الخمس سنين بيفكروا في الانتحار بسبب اللي هم فيه، بسبب الدول الراعية لحقوق الإنسان والحيوان، دول العدل والكرامة والحريات، حريات المرأة بس، حريات التعري بس، حريات الإلحاد بس، حريات الجندر والمثلية بس، وحريات الخراب الأخلاقي وتدمير الفطرة السليمة للبشر فقط. الشعب الفلسطيني بيتعرض للمهانة لكنهم رافعين راسهم، واحنا بنتفرج ونرجع نعيش حياتنا عادي ولا كأن حاجة حصلت. قمة الذل والعار والانسلاخ من الأخوة والإسلام والعروبة والنخوة والكرامة للأسف. يا حكام العرب اسمعوا، يعني تركتونا في غزة نموت، يعني تركتونا في غزة ننبات، يعني تركتونا في غزة أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا. للأسف بيتكلم وبيناشد الدول العربية ونسي أننا مسلمين، وأن في دول تانية تعتبر من أقوى جيوش العالم، دول إسلامية جيوشها إسلامية بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيقولوا الله أكبر زينا كده. 2 مليار مسلم حطين رأسهم في التراب زي النعام.
الكارثة في الطفل ده واللي قاله في حقنا صادم وصعب وكارثة، ولما تسمعه مش هتقدر ترد عليه بنص كلمة. للأسف في دولتين كبار من الدول الإسلامية، واحدة دولة عربية والتانية أسيوية، من أكبر الدول المصدرة للفاكهة والخضروات للصهاينة حتى الآن. متوقعين الأموال اللي بتدخل دي هتعمل إيه في اقتصادكم؟ أبشروا بالخراب الاقتصادي السريع والقوي والمدمر، أبشروا بالعقاب الإلهي والأيام بينا. أقسم بالله العقاب نازل نازل، وده مش جرأة مني على الله والعياذ بالله، لكن ده وعيد من الله، ودي سنن الله في أرضه، وهذا ما علمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به خصوصا في آخر الزمان وقبل العلامات الكبرى ليوم القيامة. الدولة الوحيدة المسلمة اللي موقفها كالشمس هي ماليزيا، مليون تحية واحترام وتقدير لماليزيا. صحيح اللي عملته أقل شيء، ولكن على الأقل عملته. ماليزيا قطعت كل العلاقات مع الكيان الصهيوني. الكارثة الأكبر أن النظام الإيراني الخبيث وأتباعه من المغيبين التابعين ليه حتى الآن من الدول العربية، واللي فيه ناس كتير مخدوعة بيهم وبيعتبروهم أبطال وهم في الأصل منتفعين ليهم مصالح، هم والقوات العاملة اللي شغالة لحسابهم في الشرق الأوسط، اللي بيسموهم محور المقاومة. كل دول شغالين ورا غيمة من الدعاية الكاذبة، بيولعوا وبيصبوا الزيت على النار زي ما عملوا في سوريا والعراق واليمن ولبنان، زي ما دمروا الدول دي تدمير شامل وكامل. واللي بيعلق منهم على الفيديوهات بتاعتي وعمال بينسحب من القناة، والحمد لله ان ربنا بيطهرنا منهم، ياريت يكتب لنا ايه اللي عملته ايران في الدول دي خير. ايران وعملائها كل غرضهم السيطرة على المنطقة كلها، حلمهم بالظبط نفس حلم الصهاينة. كل طائفة منهم بتحلم ترجع امبراطوريتها القديمة اللي محاها الاسلام من الوجود بلا رجعة بإذن الله. عشرات السنين بيقولوا هنعمل ونسوي فيكم، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وبعدين تموت السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين وغيرهم كمان كتير، ملايين بيموتوا أول ما يحطوا رجلهم في بلد تخرب. هي دي حقيقة إيران وعملاء إيران، تدمير كل ما هو مسلم. أحلامهم الجزيرة العربية كلها، أحلامهم مكة والمدينة، وكله واضح. لكن العجيب إن العرب غالبا سكرانين وتايهين في الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، وكلنا غثاء لا قيمة لنا. الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، ممكن أسأل سيادتكم سؤال؟ سؤال بريء والله. 5 شهور وغزة أبيدت كبنية تحتية وبشرية واتدمرت كل مقومات الحياة فيها، وحاليا تجويع وموت بأقصى طرق العذاب للبشر، ومش لحد وحش، للمدنيين نساء وأطفال ومعاقين ورجال فوق 70 وشباب. عملت لهم إيه؟ الجيوش والأسلحة المتطورة والقوة الجبارة بيتعامل بيها إيه؟ بلاش، عشان إحنا طيبين ومش بتوع حرب، عشان الحرب دمار، وهم اللي جابوا لنفسهم، ما كانش لازم يعني يعملوا كده، وكان لازم يركعوا ويسجدوا للصهاينة ويبوسوا رجليهم. طيب يموتوا شبعانين، يموتوا بكرامتهم، يموتوا بكرامتنا احنا على الاقل، عشان ما يتقالش علينا سيبناهم جعانين. بس ليه بنسال دلوقتي؟ كنا سالنا قبلها عملتوا ايه للمسلمين في ميانمار ولا في الهند ولا في كشمير ولا في تركستان الشرقيه. لكن انا هنا مش عشان اعاتب، انا هنا بقدم فكره ونصيحه قبل فوات الاوان. خلينا من العتاب والكلام في الخيبة والانهزامية، خلينا نفكر في الوحدة ونطلع من العبودية اللي احنا فيها من زمان، ونبقى ايد واحدة ودولة واحدة تحت راية واحدة، ونوعدكم ساعتها اننا هنرضى عنكم وهندعي لكم ليل نهار كحكام وحكومات، وهنتمنى ونطلب من الله انكم تفضلوا فوق رؤوسنا لاخر اعماركم، وهندعي لكم بالبركة في العمر والصحة والسعادة. ليه لا؟ ليه ما تحصلش وحدة ونرجع تاني اخويا ولينا كرامة؟ والله الكرامة اهم من الرفاهية. ليه نفضل تحت الهيمنة الغربية والصهيونية للدرجة دي؟ وهل لو رضينا باللي بيحصل دلوقتي هنفضل كده؟ الغرب والصهاينة مش هيرضوا يستمر الوضع على كده، هيزودوا العيار اكتر واكتر طول ما احنا ساكتين. وعلى فكرة بوحدتنا او باستمرار الوضع على ما هو عليه، الناس دي في رباط ولن يضرهم من خذلهم، زي ما قال لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هم منتصرين بوعد من الله، سواء انت حابب النصر ده او كرهه او حتى ضده، ده رب العالمين جل جلاله. الكارثة فينا، 2 مليار مسلم، ربع تعداد العالم، الأغلبية جوعى وفقراء ومضطهدين، واللي معاه فيهم كأنه عايش في المريخ لوحده، باصص للناس من فوق ده حتى لو كان شايفهم، ومش عارف ان ربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، ونسي تاريخه وتاريخ أجداده، ولما حد ينصحه يزعل وتاخده العزة بالإثم على طول، يقولك الله يكفينا شر العين والحسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه ما نفكرش نعيش على الأقل في مستوى آدمي كمسلمين؟ ليه في بلادنا في مجاعات؟ ليه ما نتوحدش تاني أو نفكر في حلول للوحدة؟ لو أنت بتفكر نفس التفكير ده تبقى الحمد لله لسه جواك
دين وإسلام وكرامة، ولو أنت ضد الفكرة دي بداعي أنك من دولة غنية أو مش من حق حد يشاركك في الخيرات اللي أنت غرقان فيها، أو من الدول اللي بترمي 70% من أكلها في الزبالة. فعاوزك يعني تعرف معلومة على السريع كده، أن الصومال كمثال كانت أغنى منك بكتير، لدرجة أنهم كانوا بيفطروا على ذبيحة كاملة من الغنم، بس ما كانوش بيأكلوها كلها، كانوا بياخدوا الكبد منها بس ويرموا الباقي. عشان كده ربنا عاقبهم سنين كتير قوي لحد ما فاقوا وتعلموا الدرس و وضعهم اتحسن الحمد لله. وسوريا كانوا كده، اسألوا اهلنا في سوريا، كانوا مسرفين جدا في الاكل. وانا هنا ما بفكرش في المال، مش بفكر في مالك ولا في اللي انت فيه عشان ما تقولش انتوا بتحسدونا، انا بفكر في الوحدة، وحدة ترجع للمسلمين عزتهم وكانتهم تاني. امتى هنخلص من عبودية سايكس بيكو ونبقى امة واحدة زي الولايات المتحدة الامريكية او الاتحاد الاوروبي؟ ولا ده حرام علينا وحلال عليهم؟ انا بوجه كلامي للحكومات مش للشعب. اما الشعوب فبلاش تنسوا المقاطعة، الله يبارك لكم في اموالكم واولادكم. اللي عملتوه الفترة اللي فاتت باعتراف الصهاينة تسبب في خسائر بنسبة 20% ويمكن اكتر، و20% ده رقم مخيف. الدول لو خسرت 2% خلال سنة بتبقى كارثة، فما بالك ب20% في 5 شهور. انا مش هتكلم عن الناس اللي لسه بتروح مطاعم مشهورة جدا او كافيهات او بتتعامل مع شركات عالمية او تطبيقات بتدعم الاحتلال، لان دول بالنسبة لي مش بشر، ولا حتى حاجات تانية، لان الحاجات التانية عندها عاطفة بالفطرة. انا بتكلم مع الناس اللي ممكن تضعف لو في مثلا عروض او تخفيضات فوق الطبيعي، لكن قبل ما تشتري وتاكل وتشرب وتلبس او تعمل اي حاجة افتكر مئات المقاطع اللي شفتها ونزلت دموعك ساعتها وقلبك اتألم ورق، وقارن نفسك بالمشاهير اللي على غير دينك او ما بينطقوش لغتك ومش عرب زيك، وضحوا بكل ده عشان مش قابلين اللي بيحصل. وانا هنا مش بكلم المسلمين بس، انا بكلم المسلم والمسيحي وحتى اليهودي اللي مش موافق على اللي بيحصل ورافض اصلا فكرة دولة صهيونية يهودية وعارف ان هي دي نهايتهم. كملوا في المقاطعة وادعوا الله سبحانه وتعالى، وصلوا لنصرة المظلومين في العالم كله، وادعوا ربنا يوحد المسلمين في كل مكان على وجه الارض، وركزوا في رمضان اللي فاضل عليه ايام والناس بتقرب من ربنا اكتر بفضل الله، والدعاء في رمضان باذن الله مستجاب. ما تنسوش الاكثار من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفيقوا يا عرب، أفيقوا يا مسلمين، غزة تستبعد، أفيقوا من سكرتكم.